أن رجال القوات المسلحة المصرية يدركون جيدا طبيعة مهامهم للحفاظ على هيبة وكرامة الوطن، ويبعثون برسالة طمأنة إلى شعبهم مفادها إن لم نكن قادرين على ذلك فباطن الأرض أولى بنا من ظاهرها. المناورة، قادر 2021، حماية وطن. بهذه العقيدة قامت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ أضخم وأكبر مناورة استراتيجية على الاتجاه الشمالي الغربي، المناورة قادر 2021. وقد شملت المناورة تنفيذ 39 نشاطا تدريبيا بواسطة القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات البرية، حيث صدرت الأوامر بقيام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والقوات الخاصة بتنفيذ عملية برمائية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الغربي، والقيام بمهمة القضاء على العناصر المعادية واستعادة السيطرة على الميناء. بدأت المناورة بإقلاع تشكيلات جوية لعدد من الطائرات متعددة المهام من مختلف القواعد الجوية، وتحميل القوات الخاصة المشاركة بالمناورة لتنفيذ مهامها. وذلك بالتزامن مع قيام القوات الخاصة البحرية بالاقتحام الرأسي والأفقي لسفن معادية من خلال طائرات الهيل 124 والهيل كوماندو المحملة بالعناصر الخاصة البحرية لتنفيذ الاقتحام الرأسي للسفن المعادية. وبدأت الطائرات متعددة المهام من طراز رافال بمهمة تنظيف المجال الجوي واحتلال مظلة جوية لتأمين منطقة العمل. وقامت تشكيلات جوية من طائرات متعددة المهام من عدة طرازات مختلفة بتنفيذ مهام القذف الجوي لمراكز القيادة والسيطرة المعادية. كما تم تحرك تشكيل قتالي مكون من 12 لانشن محملا بعناصر من القوات الخاصة البحرية لتنفيذ مهمة الهجوم بالنيران على وحدة بحرية معادية بالأسلحة المختلفة. ونفذت عدد من الطائرات من طراز الهيل شينوك والهيل أباتشي والهيل كاموف مهمة إنزال جماعات من الضفادع البشرية والمكلفة بتنفيذ أعمال استطلاع الشاطئ وفتح ثغرة في الساحل المعادي لباقي القوات المشتركة. وبالتزامن قامت طائرات من طراز كاسا بإسقاط عدد من مجموعات القفز الحر لتأمين مناطق الإبرار الجوي للقوة الرئيسية وإدارة عملية الإنزال الجوي وتنفيذ الإسقاط الحر لمجموعة من قوات التخطيط والإرشاد بمسافة بعيدة عن ملاحظة العدو. قام تشكيل جوي من الطائرات متعددة المهام من طراز F-16 بالقذف الجوي لمرابض المدفعية الساحلية المعادية وتدميرها. وقامت مجموعة من عناصر القوات الخاصة البحرية المحملة على عدد من العائمات بمهمة الإغارة على أهداف ساحلية منعزلة، ووصلت القوات الخاصة البحرية إلى نقطة الإبرار بالساحل لبدء مرحلة التسرب البحري. وأقلعت عدد من طائرات الهيل أباتشي والهيل كاموف من حاملة المروحيات أنور السادات لتنفيذ مهمة الدعم النيراني، وتم تدمير الأهداف الساحلية وتفجير الألغام القاعية المكتشفة وإعطاء الإشارة الضوئية لقوة الإبرار الرئيسية لبدء عملية الإبرار.
ونفذت طائرة الهيل أباتشي والكاموف القذف الجوي لأهداف معادية بالصواريخ المختلفة. وقامت طائرات الهيل شنوك بالإبرار الجوي لعناصر الصاعقة لاتخاذ أوضاعها بمهمة عزل الأهداف المعادية وتأمين قوة الإبرار الرئيسية والاقتحام الرأسي للمبنى المحتجز به الرهائن. كما قام عدد من الوحدات البحرية القتالية بإطلاق العديد من الصواريخ المتنوعة وقيام الغواصات البحرية بإطلاق عدة توربيدات على عدة أهداف معادية، وتم إصابة الأهداف وتدميرها. كما تم رصد أهداف جوية معادية على مسافات مختلفة وتم الاشتباك مع الأهداف، ونجحت مجموعة الدفاع الجوي في تدمير جميع الأهداف الجوية المعادية. كما قامت عناصر المدفعية الصاروخية بفتح النيران على سفينة في عمق البحر وتم تدمير الهدف وتحقيق النتيجة المطلوبة. وهكذا يثبت الجيش المصري أن به رجالا حرموا على أنفسهم الحياة إذا تعرض هذا الوطن لأي مكروه وسوء، وهم على أتم الاستعداد أن يفنوا جميعا وتبقى مصر محروسة ومحمية ما بقي الزمان.